يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة الحد الموافق 8 يناير 2023. كل سنة وكل شركائنا في الوطن وإخواتنا أقباط مصر بألف خير وألف صحة وسلامة. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير واستعادة لحضراتكم جميعا، وكل سنة وكلنا بخير وصحة وسلامة. يعني هتكلم مع حضراتكم بقى في موضوع مهم جدا، مش بس بيخص الحقيقة الأطفال، بيخص الكبار كمان، هو سوق الألعاب الإلكترونية. سوق الألعاب الإلكترونية ما بقاش مجرد بقى زي زمان. كلنا كده فاكرين زمان لما كنا بنقعد على الكمبيوتر، كنا ممكن نلعب سوليتير، الكوتشينة دي، لا في شوية ألعاب كده احنا حافظينها كلنا بنلعبها. بس الموضوع دلوقتي كبر جدا، بقى سوق ضخم جدا بمليارات الدولارات. لو هناخد الموضوع كده بلغة الأرقام، يعني مثلا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان قال في حسب يعني بيان انه حجم السوق ده وصل ل 2,690,000,000 دولار. طيب كام دول عدد اللاعبين. كام بقى الإيرادات؟ 159 مليار دولار. دي الإيرادات، يعني احنا معانا اكتر من 2.5 مليار لاعب بإيرادات 159 مليار دولار. طيب لو بصينا في الشرق الاوسط، مصر، الامارات، السعوديه، اكتر ثلاث دول في الشرق الاوسط حقيقه في موجودين في السوق ده وبيساهموا في هذا السوق، سوق الالعاب الالكترونيه. طب مصر احنا عندنا كام لاعب؟ 38 مليون لاعب ده في 2021. احمد، الموضوع كبير اكبر ما احنا يعني ممكن نتخيله. صحيح. وموضوع فعلا يمكن حتى حول العالم بقى ليه مسابقات عالميه زيه زي اي رياضه. ده حقيقي، بس مش عاوزك بس تكبري قوي الموضوع كده. انا عاوز اسال سؤال، انت لعبتي سوليتير وانت في سن كام؟ لا وانا صغيره، بس كانت ماما كانت بتقعد جنبي بتلعب سوليتير. بس يعني لا انا فاكره من وانا صغيره وكان في شويه العاب كده. يعني في اي مرحله من المراحل العمريه؟ يعني ابتدائي، اعدادي، ثانوي؟ ابتدائي. يعني احنا بنتكلم تقريبا من 6 سنين او من 7 سنين وانت طالعه. اعتقد ده سن ابتدائي يعني تقريبا، حسب معلوماتي يعني كنت مذاكر صحيح. طيب دلوقتي اصبح الموضوع مختلف يا جمانة، لان يا ريت الموضوع بيتوقف عند مجرد العاب الكترونيه. الموضوع طلع اكبر من العاب الكترونيه، لان لم يعد فكره الانفتاح او النافذه اللي بينظر بيها اي شخص على العالم، وهنا بتكلم على الاشخاص اللي من سن سنه لتسع سنوات، هي نافذه قاصره فقط على التلفزيون او المدرسه. الموضوع أصبح متطور في ظل العولمة وفي ظل الانفتاح على الانترنت تحديدا، لأن دلوقتي بنشوف يا جمانة الأطفال عندهم سنة قاعدين بيتفرجوا على اليوتيوب. صحيح. وهنا بنتكلم على الاستخدام الآمن في حياة الأمر. أنا أصبحت دلوقتي بأشفق على أي أولياء أمور عندهم طفل، لأن زمان كنا بنستقي معلوماتنا تلفزيون، راديو واحنا رايحين المدرسه الصبح. يعني انا من الجيل اللي اتربى على الفقره الزراعيه بتاعه العظيم الاستاذ عيد حواش، عاوزينها تبقى خضرة، وكنت بسمع الاغنيه دي وانا رايح المدرسه. نفس القصه ابله فضيله في الراديو. الموضوع كان عارفه في كنترول شويه، وفي نفس الوقت انت عارفه ايه البرامج اللي بتستقي منها او ولادك بيستقي منهم معلوماته، والبرامج دي هي برامج عليها نوع من انواع الرقابه. مش بقول رقابه من اولياء الامور، لا، رقابة من الدولة نفسها. يعني الدولة نفسها يعني هي اللي بتثقف المواطنين اللي موجودين سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. النهاردة أصبح عندنا دخيل، وأنا بسميه دخيل في أي بيت، لأن هو قادر على فكرة هدم الثوابت اللي أي أب وأم بيعلموها لأولادهم. فكرة الأخلاق، القيم، المبادئ، كل ده ممكن يروح يعني يتنسف في لحظة بمجرد محتوى موجود على مواقع التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب تحديدا. ابنك بيتفرج عليه وهو في ظاهره يبدو اللي هو كرتون، لكن في النهاية هو بيحط حاجة معينة أو الغرب عامل الكرتون ده عشان يبث في اللاوعي عند الطفل معلومة أو يعني يغير من سلوكه أو بالضبط. وبعد 10 سنين لما يبتدي هو يغير له الهوية اللي موجودة عنده في دولته، الطفل مستجيب للحاجة اللي بتحصل، لأنه هو عنده في اللاوعي شاف ده وهو صغير في كرتون. فالموضوع كبير مش صغير. بالظبط. بص هقول لك على حاجة يا عبد الصمد، يمكن أنت بتتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. بشكل عام خلينا نتفق أنه الإنترنت بقى موجود في حياتنا غصب عننا، بقى داخل في كل حاجة في حياتنا.
ومواقع التواصل الاجتماعي بقت موجودة في كل حاجة في حياتنا، فاحنا مضطرين نتعايش ونتعامل مع الأمر الواقع، ما نقدرش أبداً بأي شكل من الأشكال إن احنا ننفصل عنه، فلازم نلاقي طريقة نعرف إن احنا نستفيد بالفوائد والمزايا بتاعت إن كان الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ونبعد عن المساوئ. لو هنتكلم عن سوق الألعاب الإلكترونية تحديداً مش مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، سوق الألعاب الإلكترونية زي ما قلت لحضراتكم هو سوق ضخم جداً، ويعني ممكن من أكبر اقتصاديات الدول السوق ده سوق مهم جداً جداً، فممكن نستفيد منه. هل الألعاب الإلكترونية دي للأطفال بس؟ لا، هي مش للأطفال بس، هي للكبار كمان والبالغين، ويمكن زي ما كنت بكلم أنا وأحمد دلوقتي بقى في مسابقات عالمية بتتنظم زي بالضبط المسابقات الرياضية أو الفعاليات الرياضية الكبيرة اللي موجودة. صحيح. فبالتالي إحنا بنلعب الألعاب الإلكترونية وأولادنا كمان بيلعبوا الألعاب الإلكترونية حسب الدراسات يا أحمد، إنه ليها فوائد أكيد وليها أضرار، مفيش حاجة ملهاش فائدة بالضبط كده، بس الشيء لو زاد عن حده ده أي شيء لو زاد عن حده بيتقلب ضده. إيه الفوائد مبدئيا؟ الفوائد إنه في بعض الألعاب ممكن تعلي مستوى الذكاء، في بعض الألعاب ممكن تعلم أولادنا حاجة جديدة، في ألعاب بتبقى خلاص معروفة هدف منها إيه، وفي ألعاب تانية على فكرة حتى لو مش مضرة، يعني حتى لو بنشوف أي ألعاب إن كان حتى كورة زي البلاي ستيشن أي حاجة مش لازم تكون مضرة، بس فكرة إنه الإفراط في اللعب فيها بيؤدي لحاجات كتير جدا، ضعف في النظر، قصر نظر، سمنة، ممكن كمان انطوائية. فهي الفكرة هنا يا أحمد مش مجرد محتوى، لكن زي ما أنت قلت اللي يمكن الحاجة اللي بتزيد عن حدها فعلا بتتقلب ضدها. انت شايف، يعني انا عارفة انا وانت ما عندناش ولاد، بس انت متخيل انه ايه التعامل السليم مع الاطفال عشان مش هنقدر نقول نمنع، انه بصراحة مش في ايدينا ان احنا نمنع، بس عشان نقدر نحد من اضرار الالعاب. هقول لك على حاجة، الممنوع مرغوب. صحيح، ما ينفعش اللي انا نمنع. انا افتكر انا اخويا الكبير هو دكتور صيدلي، أخويا الكبير كان في وقت من الأوقات هو كان عنده شغف ملف المستقبل ورجل المستحيل، كان بيحب بص قراءة، أنا مش بكلمك بقى في لعبة، بكلمك في قراءة، كان بيحب جدا إن هو يقرأ الحاجات دي، فكان والدي دايما أنت الموضوع زاد عن حده وأصبح اللي أنت يعني ممكن تهمل في مذاكرتك علشان خاطر تقرأ ده، فبابا كان بيديله وقت معين للقراءة. أخويا كان بيعمل إيه؟ كان بيحط القصة جوه الكتاب ويقراها، وبل أحياناً كان ممكن تحت البطانية وهو نايم ياخد القصة وبنور الموبايل كده أو كشاف صغير عشان يقراها وهو نايم وهو باين أنه هو نايم. فإذاً الممنوع مرغوب، لو أنت منعتيني من الحاجة أنا هتحايل عليها بكافة الطرق علشان خاطر أعملها. فأنا شايف اللي أنا أشارك ولادي في اللعب، أو ممكن اللي أنا أبقى تافه شوية وألعب معهم اللعب بتاعتهم وأدخل في اهتماماتهم، لا أدخل في دايرة اهتماماتهم، أنا شايف دي أكتر حاجة يعني صحية ومفيدة. صحيح. عشان حتى أقرب من ولادي، دي حاجة. فكرة اللي أنا أبني جسر من التواصل المباشر ما بيني وما بين الولاد، مش فكرة اللي أنا أبقى دايماً بابا أو ماما تخوفه هقول لأبوك فيبتدي هو الولد يخاف فيصبح من جواه لو هو عنده حاجة عاوز يشارك أهله فيها هو خايف يقولها علشان أنا عندي بابا مخيف أو بابا عنيف شوية معايا في التعامل. لا خالص، خليك صاحب ابنك، خليك قريب منه علشان خاطر يبقى في نوع من أنواع الشفافية ما بينك وما بينه. هسألك نفس السؤال يا جمانة، أقولك أنت شايفة إيه الطريقة المثلى اللي ممكن تتعاملي بيها مع ولادك في المستقبل؟ لا، وأنا أكيد هكون بلعب قبلهم أصلا، يعني أساسا أنا شايف ممكن ما سيبهمش يلعبوا معايا اللي هلعب هم اللي هيشاركوش بالظبط كده. لا، زي ما أنت قلت المشاركة طبعا معاهم، من غير كده ما حسسهم أن أنا بفرض عليهم حاجة، أختار ألعاب معينة ممكن تفيدهم، احاول اشاركهم في حاجه تفاعليه حقيقيه، يعني صحيح. يبقى في رياضه، يبقى ليهم صحاب، يبقى في حاجه بيعملوها فعلا مع ناس عشان يبقى في عندهم الـ يمكن كوميونيكيشن سكيلز او التفاعل مع الناس. كمان نقطه تانية، لازم وقت محدد في اليوم، يعني انت معاك مثلا ساعه في اليوم تلعب فيها اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، بس برضو ابقى شايفه هم بيعملوا ايه، لانه للاسف حتى واحنا بنشوف حوادث كتير جدا على تيك توك والتشالنجز والتحديات. صحيح. اللي بتحصل كارثية بكل المقاييس، ما ينفعش اراقب، بس لازم اكون معاهم بوريهم بس ايه الحاجة اللي تنفع ايه الحاجة اللي ما تنفعش، لغاية ما هم هيوصلوا لسن معين هم هيبقوا قادرين على ان هم يميزوا الصح من الغلط. يعني بصي انا متفق معاكي تماما، لان انا فكرة حتى لو راقبت مش هفضل طول. صحيح. اليوم انا براقب، لا انا لو حطيت اقول مبادئ عامه واطر عامه يمشوا عليها
هبقى واثق جدا وانا سايب ولادي اقول لك لو رميهم في النار انا عارف اللي هم بيتصرفوا صح. صحيح. ده على اي حال راي انا وانتي، لكن اكيد المتخصصين ليهم راي تاني والعلماء والمعنيين بهذا الامر، عشان كده هيكون معنا فقره خاصه بهذا الموضوع تحديدا، وهو ده سؤالنا لحضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بينا في صباح الخير يا مصر. بتعمل ايه علشان تحمي ابنك من مخاطر الالعاب الالكترونيه؟ وهل رابط تليفونك او تليفون ابنك ببرنامج رقابه ابويه؟ منتظرين يعني اجابه حضراتكم على هذا السؤال، وهنستعرضها طوال فتره البرنامج ان شاء الله من السابعه صباحا وحتى العاشره. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.